المستقبل لكن هن كمان الحاضر. اليوم انتم موجودين، انتم الأغلبية سكان سوريا اليوم من الشباب من الأطفال، فأنا بحاجة لإلكم لحتى تساعدوا بتطوير البلد. نعم صدقت يا سيدة النظام الأولى، الأطفال والشباب هم الشريحة الأعظم في سوريا، ولهذا كان الدلال والمحبة في زمن الثورة من آل الأسد لهم على قدر عظمة طفولتهم. هذا الطفل ظل من امبارح عم ظل منذ 24 ساعة المستطيع. الشهيد محمد شحادي حي البياضة تاريخ 3/11 أصيب بطلق ناري من قوات الأمن، العمر 4 سنين. تتسابق عدسات إعلام النظام وكاميراته لالتقاط صور توثق شخصية القائد الإنسان بشار، فمن كان بالأمس القريب بحسب الإعلام الرسمي راعي الطفولة والمطبطب على أكتاف اليتامى أظهرته ثورة الكرامة على حقيقته. طفل عميكي سؤال بيجي بصراحة بيجي أنا بينما يواسي القائد جرحاه ويظهر حزنا مزيفا على الدم السوري، تأتي صور ليست ببعيدة عنه، هي في سوريا لكن ليست سوريا الأسد، ونفس الدم السوري لكنه المدفع على فاتورة الحرية. المفارقة ربما تبدو واضحة بين زمنين مختلفين، بين عبادة القائد وابتسامته وطلب الكرامة ووحشية الرد. فالطفل السوري من المستحيل أن يكون مفبركا أو صنيعة سعودية بندرية، طفل تأتي ردوده البريئة من واقعه الحقيقي، براءة ربما هي مهددة بالانقراض في زمن أراده البعث لسوريا غابة وصراعا بين الملك الأسد وعصافير الحرية.